السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنديروا درس جديد اوردر اي اوبيراسيون، الترتيب والعمليات. هذا الدرس هذا راه درناه العام الفايت، شرحت لكم على شكل فيديو. الاكثر كنشوف ديال التعليقات كيقول لي هذا الدرس صعيب، هذا الدرس ما فهمت فيه والو. الله يهديكم التلاميذ، راه هذا الدرس ساهل، التطبيقات عاودوهم وديروهم بشكل مستمر، يعني غير التمرين تبع التمرين، تعرفوا غير التقنية اللي كتتبعوا والمراحل اللي كتتبعوا ما تلقاو حتى شي صعوبات، غير كثروا التمارين ما كاين حتى شي صعوبات. نبداو على بركة الله. اول حاجة كاين في هذا الدرس كتلاحظوا بلي اوردر يعني الترتيب، يعني هنا داخل عندي لا كومباريزون، المقارنة، يعني شكون اللي كبير شكون اللي صغير، يعني داخلين شنو؟ داخلين عندي الرموز، عندي انفيريور ستريكتومون ولا انفيريور ايغال، سوبيريور ستريكتومون اولا سوبيريور او ايغال. داخلين عندي كتلاحظوا في العنوان لي زوبيراسيون، يعني كلشي هادشي داخل. ياك دابا غنحط لكم اوتوماتيكمون دي زيكزيرسيس، ما غاديش نبقى نشرح كيف ولا نبقى نحط لكم بروبريتي الاولى دوزيام ثروزيام كتاتيغا، لا هادشي كيضيع الفيديوهات وانتم ما عندكمش الوقت لهذا الشيء، بغيتو نتوما تمارين كثر، خصوصا نتوما التاسعه تمارين كثر، كلما كثرتوا التمارين ما تلقاوش صعوبه في الرياضيات. اذا اول اكزرسيس غنديروا لا كومباريزون. كومباري ا اي بي دون شاكا، يعني قارن العددين A و B في كل حالة. الحالة الأولى عندي A تيكال 1 سور 3 و B تيكال 2 سور 7. قرينا العام الفايت لا كومباريزون باش نديروها أونتر دو نومبر، شنو خصنا نديرو؟ توجور كنديرو لا ديفيرونس أونتر لي دو، كنديرو لا سوستراكسيون أونتر لي دو نومبر. إذا دائما في المقارنة كنديرو لا سوستراكسيون، ولكن ردوا البال كاينين بعض الحالات ما نخدموش فيها لا سوستراكسيون، حيت دخلنا للدرس ديال لو راسين، ياك الجدر، يعني فايتة شفتو الدرس ديال لي راسين. انا مع بعض الخطرات كتدخل فقط كدير لو كاري باش نتخلص من لو راسين، وكندير لا كومباريزون انتر لي دو. صافي، في هذه الحاله شنو غنديرو؟ غنديرو لا ديفيرونس، يعني غنديرو ا موان بي، سي بون، هي واحد على ثلاثة، غنقسم منها جوج على سبعة. شنو خصني ندير هنا؟ فقط توحيد المقام، توحيد المقام بين ثلاثة وسبعة، شنو هو؟ هو 21. ثلاثة فاش ضربتها عطاتني 21، ضربتها في سبعة، الفوق كيتضرب في سبعة هي سبعة، ناقص سبعة فاش ضربتها عطاتني 21، ضربتها في ثلاثة، الفوق كيتضرب في ثلاثة، شحال هو؟ ستة. تخي بيان، إتيكال سبعة ناقص ستة واحد على 21. اش كتلاحظوا على واحد على 21؟ دابا واش درنا لا كومباريزون ولا لا؟ باقي ها هنا عطاتني واحد العدد اللي هو بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. شنو كنقولوا ملي كنديروا لا كومباريزون انتر دو نومبر، وكنديروا المرحلة ديال لا ديفيرونس انتر لي دو، ملي كنديروا لا سوستراكسيون انتر لي دو، شنو كتقول ليا هاد لا سوستراكسيون؟ درنا العدد الاول نقصنا منه العدد الثاني وخرج ليا واحد العدد اللي هو بوزيتيف، فان العدد الاول راهو اكبر من الثاني. خرج ليا في الاخر العدد راهو نيجاتيف، فان العدد الاول راهو صغر من الثاني. واضح؟ المهم ملي كنديروا لا ديفيرونس في لا كومباريزون، ملي كنديروا لا ديفيرونس يعني لا سوستراكسيون، وخرج ليا في الاخر واحد العدد اللي هو بوزيتيف، فان العدد الاول اللي نقصت منه الثاني، العدد الاول اللي بديت به راه هو اللي كبير، ياك؟ الا خرج ليا هذا اللي في الاخر عدد سالبي، يعني عندي هنا واحد موا ستريكتومون انفيريور ا زيرو، يعني عدد سالب. ملي كتخرج ليا هنا عندي موا يعني عدد سالب واحد النومبر اللي هو نيجاتيف، فان العدد الاول صغر من الثاني. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه النقطة هذه. إذا مادام أنني خرج لي هذا بوزيتيف، فإن أ راه كبر من بي، داكوغ؟ غنقول هنا ألوغ أ كبر من
strictement bien sûr ماشي او ايغال عندي الحاله الثانيه الحاله الثانيه اي تيغال راسين 7 اي بي تيغال 3 انا تقولوا لي نديروا لا ديفيرونس هنا فقط كيبان لي هنا واحد الجذر باش نتخلص من الجذر وندير لا كومباريزون دائما باش نتخلص من الجذر خاصني ندير لو كاري كرفع اس 2 ياك الا رفعت هذا اس 2 حتى بي خاصني نرفع اس 2 داكوغ هنا بلا ما ندير ديك لا ديفيرونس انتخ لي دو ما نديرش ديك موا فقط عندي غندير شنو اون اون ا او كاري ايتيكال راسين 7 او كاري ياك ايتيكال كوا الراسين او لو كاري كيمشيو ايتيكال 7 شنو عندنا عاد اذا رفعت هذا او كاري رفع حتى بي او كاري داكوغ اذا بي او كاري ايتيكال 3 او كاري ايتيكال 9 داكوغ اذا شكون اللي كبير واش ا ولا بي اذا بي هو اللي كبير و ا صغيره الوغ ا صغر من بي لان ا او كاري خرجت ليا 7 بي او كاري تيكال 9 داكوغ بين ثالثيام كا عندي ا موان زان تيكال بي بلس راسين 2 سور 7 يعني لا كيستيون هي كومباري ا اي بي يعني ا اي بي شكون اللي كبير واش ا ولا بي داكوغ هنا كتلاحظوا تقولوا لي ما كايناش بي شحال كتساوي ما كايناش ا شحال كتساوي نرجعوا لا ديفيرونس عاود لا ديفيرونس شنو غنديروا لها فقط غنرجع بي لهنا وغتولي ليا ا موان بي وهذيك ا ديك موان زال كاين هنا غترجع للجهه الاخرى صافي وكل طرف كتلاحظوا بلي عندي واحد الايكاليتي تماك غنتعامل مع بحال شي ايكواسيون لاقلتو لي زيكواسيون شنو كنديروا كل عدد حولته للجهه الاخرى يعني كتبدل الاشاره ديالو تري بيان اش غندير سيتادير شنو غنديرو نحيدو بعدا هاد ا نمشي نديوها للجهه الاخرى اش غتولي هذيك موان زا غتولي موان زا الى تحولات للجهه الاخرى غتولي بلس ا تري بيان اذا بي بلس راسين دو 2 سور 7 بلس ا تري بيان مازال ما كملناش الهدف ديالنا هو ا موان بي سهله عندي بي هنا ترجع حدا ا سيتادير ا موان بي ايتيغال بلس racine de 2 sur 7 plus 1 هكذاك اذا خصنا نعرفوا بلي واش هذا العدد اللي حصلنا عليه واش موجب ولا سالب نتاكدوا عندي بلس racine de 2 هنايا يعني واحد العدد اللي هو موجب 7 عدد اللي هو بوزيتيف كذلك بلس 1 بوزيتيف كلشي هذا الشيء بوزيتيف اذا بما ان كم راسين دو 2 سور 7 بلس 1 سوبيريور ستريكتومون ا 0 مزيان دونك ا موان بي اي شوفوا راه ا موان بي سوبيريور ستريكتومون ا 0 بالتالي A est supérieur strictement à B. يعني la comparaison سنا اللي في الاخر بلي راه A راه اكبر من B. الحالة الرابعة كتخيم كا عندي اي تيغال راسين 5 موان 2 اي بي تيغال 1 سور راسين 5 بلس 2 خصني شنو غندير هنا شنو كنلاحظ داخل عندي الغاسين وعندي عاود الغاسين عندي في التحت يعني في دينوميناتور ماشي النوميراتور شنو غندير في هذه الحاله هذه
ندير لا لا ديفيرونس، ندير لا ديفيرونس، نبدا ا موان بي ايتيكال راسين 5 موان 2 موان، ياك شوف ا موان بي كنعوض راسين 5 موان 2 موان 1 سور راسين 5 بلس 2 ايتيكال ا كو. شنو كتلاحظوا هنايا؟ ما غيبان لينا والو ياك، كتب لي واحد الغاسين 5 بلس 2 كاينه في التحت خصني نتخلص منها. شنو خصني ندير؟ نضرب في الكونجوغي ديال هذاك غاسين 5 بلس 2 بالعربيه المرافق، المرافق للعدد باش نتخلص مناش الهدف ديالي خصني نتخلص من داك الغاسين داكوغ. ملي كيكون عندي الكسر كنضرب في المرافق الكسر وفيه الغاسين العدد الثاني فيه الغاسين كنضرب في المرافق باش نتخلص منه داكوغ. إذن غاسين 5 موان 2 موان المرافق ديال غاسين 5 بلس 2 شنو هو؟ هو غاسين 5، غاسين 5 موان 2 كنضرب فيه في التحت وفي الفوق، يعني كنضرب في الفوق والتحت بحال ما درنا حتى شي حاجه صافي. إذن الفوق شحال كان عندي؟ أ كنضربو في غاسين 5 موان 2 على شحال؟ على غاسين 5 بلس 2 عامل لي غاسين 5 موان 2. الفقره كانت عندي واحد، هي هنا واحد مضروب فيه بين قوسين بلا ما نعاودها داكوغ. تري بيان، شنو كتلاحظوا ملي كنضرب في الكونجوغي في المقام؟ كنحصل على واحد المتطابقه هامه، يعني عندي نفس الاعداد متعاودين بين قوسين، هنا عندي بلس وهنا عندي موان، دونك سي اون ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 داكوغ. تري بيان، غاسين 5 موان 2 موان لتحت علاش غادي نحصل؟ تري بيان، غاسين 5 او كاري موان 2 او كاري الفوق ابقى ليا غاسين 5 موان 2 تيكالا كوا، غاسين 5 موان 2 موان التحت اش غيبقى ليا؟ لو كاري والغاسين كيمشيو كتبقى ليا 5 موان 2 كاري هي 4 داكوغ. الفوق بقى ليا غاسين 5 موان 2، نحاول نمسح لكم الفوق شحال غيبقى تخرج ليا؟ غاسين 5 موان 2 موان لتحت 5 ناقص 4 هي 1، هيا لتحت تولي ليا 1 دونك غاسين 5 موان 2. هاد واحد معنا ما نديرو بها صافي، معنا ما نديرو بها واحد، عفوا هنا ديجا عندي لي بارونتيز حيت كدير موان خاصنا نديرو لي بارونتيز، كاين لي بارونتيز هنا. تري بيان، تيكالا كوا؟ تيكال غاسين 5 موان 2 موان غاسين 5 موان 2. ها هنا مسح لتحت، شنو كتلاحظوا عندي هنا؟ عدد نقصت منه نفس العدد. غتقولوا لي كيفاش عندنا القوسين؟ هنا راه حيدنا القوسين كيتبدل الاشاره ديال الاعداد اللي لداخل وكلشي كتشطب عليه، يعني عددان متقابلان كتبقاو تشطبوا في الاخر تخرج لك زيرو. المهم حنا نكملوا، غاسين 5 موان 2 موان غاسين 5 موان موان كتولي بلس 2، هنا فيها موان وهذه بلس دو نومبر اوبوزي، موان 2 بلس 2 دو نومبر اوبوزي تيكالا زيرو. ها ملي كنديروا لا ديفيرونس انتر دو نومبر وكتعطيني زيرو، يعني شنو كيعني؟ امتى كتكون لا ديفيرونس انتر دو نومبر؟ شنو كيعني ليا؟ كيعني بلي هادوك لي نومبر راهم بحال بحال صافي، 5 ناقص 5 تساوي صفر، اذا العددين متساويين. الوغ ا تيكال بي، دونك لا كومباريزون انتر ا اي بي راهم ايكال صافي، راهم متساويين. تري بيان، ردوا لهاد ردوا البال لهاد لوكا، هادي الا خرجت لكم في لا ديفيرونس خرج لكم في الاخر تيكالا زيرو، راه العددان متساويان.
كملنا من لا كومباريزون ونشوفو عاود لونكادغومون. لونكادغومون تا لونكادغومون خاصكم تردو ليه البال، لان لونكادغومون كيتعطى ليه بزاف ديال النقاط. كيقول لك اونكادري كيعطيك بزاف ديال لي زيكسبرسيون، بزاف ديال شلا ما يدار كتعرف بلي تما كاينين النقاط. ردوا البال لونكادغومون دربوا عليه بزاف، كيتعطى بزاف هذا الدرس هذا. سوا اكس عفوا سوا ايغريك ان نومبر ريال ليكون ايغريك واحد العدد اللي هو حقيقي، ياك تيل كو بحيث ايغريك ايتان كادري انت ايتان كادري 2 و 4 تيل كو بحيث ايغريك محصور بين 2 و 4 داكوغ. اونكادري كيستيون اونكادري 3 ايغريك بلس 1 كي غندير ليها شنو عندي 3 ايغريك بلس 1 شنو عندي في المعطيات؟ ايغريك محصوره بين 2 و 4 فقط، كنستعمل دائما داكشي اللي عندي في المعطيات، دائما كنبدا بالمعطيات داكوغ. تري بيان اون ا ايغريك ايتان كادري انتر 2 و 4 ايغريك كانت بوحدها اش ولات 3 ايغريك بلس 1 شنو غندير؟ عندي 3 ضربناها في إيغريك وزدناها حتى واحد، كانت إيغريك ضربناها في 3 وزدناها واحد، نمشيو بشوي بشوي، دائما الأسبقية للضرب، ما تزيدوش واحد هو الأول اللي يرضي عليكم، ما تزيدوش واحد هو الأول، صافي؟ عندكم تزيدو واحد عاد تضربو في 3، لا، كنسبقو الضرب، داكوغ؟ سيتادير، شنو غنديرو؟ نضربو في 3، ملي كنضربو الوسط في 3 لي كوتي بجوج تما كنضربوهم في 3 تري بيان. دونك 3 فوا ايغريك ايتان كادري انتر ضربنا هادي في 3 جناب تما تضربو يضربو في 3 تري بيان 4 3 سيتادير اذا 6 3 ايغريك 12 تري بيان مزال ما ساليت باقي لي واحد بلس 1 اي 3 y plus 1 زدت تعاود plus 1 جناب كنزيد حتى هما plus 1 اذا 6 plus 1 12 plus 1 c'est-à-dire 7 13 اذا إذن 3y plus 1 est encadré entre 7 et 13. مفهوم؟ لونكادغومون عندكم بالخطاط كيعطوكم x محصورة بين و y محصورة بين، كيقول لك مثلا 3y plus 1 دير لونكادغومون ديال 3y plus 1 عندكم استعملوا اللي فيها لونكادغومون ديال x في المعطيات، إلا استعملتوا عندكم خطأ. شحال من واحد دار لي هذا الخطأ؟ بزاف بزاف ديال التلاميذ كيديروا لي هاد الاخطاء هاد. كتشوف داكشي اللي عندك في المعطيات وداكشي اللي عطاوك تدير ليه لونكادغومون شنو فيه؟ فيه ايغريك، نستعمل المتفاوته لينيكواسيون اللي فيها ايغريك. اتونسيون المتفاوته اللي فيها ايغريك هي اللي غادي نستعمل داكوغ. اذا هادي 3 ايغريك بلس 1 نبداو سيدي بالضرب، هنا راه عندي الضرب. إذا كنضرب في 3 هنا كنضرب في 3 حتى الجناب كنضربهم في 3 داكوغ. هنا الضرب خرجت ليا 3 إيكغيك محصورة بين 6 و 12 تخي بيان. مازال ما ساليت قالوا ليا حتى بليس 1 عاد كنزيد واحد في كلا الطرفين. مفهوم؟ تخي بيان. عطاوني عاود أونكادغي 5 موان 2 إيكغيك موان 2 إيكغيك. ها هادي الا خطاتوا فيها الاكثر كيخطئوا فيها، ولكن خاصكم تردوا البال، ردوا البال الله يرضي عليكم. شحال من واحد كيخطا ملي الضرب فيه عدد سالب؟ الضرب فيه عدد سالب كيوقع ليا واحد التغيير، يا اما كنقلب الطرفين وكنخلي الرمز هو هو، يا اما شنو
كنخلي الطرفين في بلايصهم وكنقلب الرمز وكنخلي الطرفين في بلايصهم وكنقلب الرمز اه وعيدها وكرر. عندي هنا 5 موان دو ايغريك بيان سور كنديروا الضرب هو الاول. عندي الضرب في واحد العدد اللي هو سالب خاصني ندير لو كادغومون هي الاولى ديال موان دو ايغريك موان دو ايغريك هي الاولى عاده. شوف راه زدتها بموان ديالها عندكم ما تنساو ليا الموان ديالها كتهزها هي الاولى. من بعد ملي كندير لون كادغومون ديال موان دو ايغريك شنو غندير من بعد كنزيد 5 حيت راه زدت هادي بموان ديالها. من بعد كدير زائد 5 داكوغ تري بيان. اذا اون ايغريك ايتون كادري اونتر 2 و 4 صافي. اذا ملي كنضرب موان دو ايغريك شنو غيوقع ليا؟ ضربنا فيه عدد سالب. ملي كنضربو فيه عدد سالب خاصني ندير شي تغييرات، يا اما نبدل الطرفين هنا يا اما نخلي الطرفين في بلايصهم وكنقلب الرمز ما كيبقاش ليا انفيريور ايكال كيولي ليا سوبيريور او ايكال داكوغ. علاش؟ لانني ضربت في عدد سالب. عدد سالب ردوا لي البال هنا كنسطر ملي كنضرب في عدد سالب دائما يا اما نبدل الرمز ونخلي كلشي طرفين هادو في كوطي بجوج نخليهم في بلايصهم يا اما كنبدلهم كنبدل خاصهم يتبادلوا هادي ترجع هنا وهادي ترجع هنا بيان سور كنضربوا في موان دو صافي. اذا غنخلي الرمز ياك وغن هادي غتجي هنا وهادي غتجي هنا داكوغ. اذا 4 فوا موان 2 فوا موان 2 داكوغ سيتادير 8 هنايا وانا موان 4 تري بيان. مازال ما ساليت بلوس 5. علاش غتقولوا لي بلوس 5؟ شحال من واحد كيمشي حتى كيدير لون كادغومون ديال موان 2 زيكغ ياك وكيمشي كيدير ليا موان 5 كيدير 5 موان 2 لا. علاش حنا هزينا درنا لون كادغومون ديال هادي كلها؟ شوفوا ا موان بي ايتيغال ا بلس موان بي بلس موان بي ياك هزينا موان بي اش بقى ليا؟ داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه هادي ما تديروش لي رد عليكم هاد الخطا هذا راه بزاف ديال التلاميذ عندي طاروا ليا الاخطاء. ردوا البال راه ملي كندير 5 موان 2 زيكغ الضرب هو الاول كنمشي ندير ليه لون كادغومون وهنا ضربنا في عدد سالب كنهزوه بالاشاره ديالو هيا موان 2 فوا ايغريك طرفين كنضربهم في موان 2 ولكن كنبدلوهم. علاش؟ لانني ضربت في عدد سالب داكوغ. ملي هزيت هذيك موان 2 ايغريك في الاخر شنو غندير؟ غندير 5 بلس يعني في الطرفين كندير بلس ما كنديرش موان داكوغ. اي اذا 5 بلس موان 2 ايغريك ايتون كادري اونتر موان 8 عفوا نطبقو 5 هنا 5 plus moins 8 هنا 5 plus moins 4 نمسح الفوق c'est-à-dire 5 plus moins 8 مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان ناخذ اشاره العدد الاكبر ثم نقوم بعمليه الطرح. اذا ناقص 8 ناقص 5 هي 3 اذا موان 3 الجهه الاخرى شحال كتساوي هي 5 بلس موان 4 ايتيغال 1 منين جبتها؟ مجموع عددين لهما اشارتان مختلفتان قاعده ناخذ اشاره العدد الاكبر 5 اللي هي بلس وكنديروا ناقص 5 ناقص 4 هي 1 داكوغ.
اذا لونكادغومون هو هذا. اذا لونكادغومون ديال 5 شتي هاد بلس موان ايغريك على بحد ذاتها موان 2 ايغريك. اذا 5 موان 2 ايغريك ايتون كادري انت موان 3 اي 1. كنتمنى تكونوا فهمتوا. سهل جدا، غير ردوا البال عليكم، ردوا البال، هادشي ضروري جدا تردوا ليه البال. راه اللي بقى كيدير الخطا وكيكمل عليه صافي، ما عمرو ما دائما ملي تصلحوا الخطا ديالكم، حيت انا متاكده شحال من واحد ما فهمش هاد القضيه هادي، راه كيخطئوا بزاف ملي كيضربوا في موا، كيمشي كيخلي ليك الرمز هو وكيخليهم في بلايصهم، وفي الاخر عاود شنو كيدير وكيبقى كيزيد كينقص عاود داك العدد الاخر. اتونسيون، الا فهمتوها، اللي ما فهمهاش يعاود العمليه، يرجع بلا فيديو اللور ويعاود العمليه مزيان، ما فيها باس يعاود باش يترسخ ليه هادشي في الطبع. اون كادري 4 فاكتور ايغريك موان 7. ها هنا غتقولوا لي وسادا كاين الضرب وسادا كاين القوسين، وانا غادي نطبقوا بالضرب. اتونسيون، هنا عندنا لي بارونتيز والاسبقيه، لاش دائما لداكشي اللي كيكون اونتر بارونتيز، داكوغ، دائما الاسبقيه لداكشي اللي بين الاقواس. تري بيان، اذا غنديروا ايغريك موان 7 هي الاولى، كندير لهم كادغومون ديال ايغريك موان 7 صافي. اذا اون ايغريك موان 7 محصوره ما بين شنو؟ 4 موان 7 تري بيان، اي عفوا 2 موان 7 اي 4 موان 7 تري بيان. سيتادير كان ايغريك موان 7 شحال كتعطيني؟ 2 ناقص 7 هي ناقص 5، 4 ناقص 7 هي ناقص 3. منين جبتها؟ هذيك راها مجموعه ديال المشارات مختلفه وكنطبق القاعده. داكوغ تري بيان، اي عندي عاود كنضرب في 4 ياك، اذا 4 عامل لي ايغريك موان 7 دابا، وهذيك 4 اللي ضربت فيها كيف دايره؟ راها بوزيتيف، اذا الرمز لا يتغير، ما غادي يوقع حتى شي تغيير، داكوغ، حيت ضربنا في واحد العدد اللي هو بوزيتيف. تري بيان، اذا موان 5 فوا 4 شوف كن اذا كندير موان 5 فوا 4 هادشي اللي حصلت عليه كنضربو في 4، داكوغ، هادشي اللي حصلت عليه كنضربو في 4، اذا موان 3 فوا 4 سيتادير موان 20 دوز صافي. هنا الوغ دونك داكوغ، انا درت لونكادغومون ديال 4 فاكتور ايغريك موان 7، سهله جدا، غير ردوا البال لا ردوا عليكم. الا عندكم لي بارونتيز والضرب كنسبقوا داكشي لي اونتر بارونتيز، حتى راه قريتوه الحساب ما بداخل الاقواس وداكشي، كنديروا الاسبقيه للاقواس هما الاولين صافي، ما كاينينش الاقواس كنسبقوا الضرب اولا القسمه صافي، الضرب والقسمه ما كاينينش كنكملوا كنكملوا عاود الجمع الضرب. داكوغ تري بيان، عاوتاني عندي اون كادري موان 5 ايغريك سور 6 بلس 9. شنو غندير هنايا؟ شنو غندير في نظركم؟ كيبان لكم هادشي كتير، ولكن هادشي انا تعمدت نديرو لكم باش ما تلقاوش خطا، ما تطيحوش في هاد المشكل هذا، حيت ندير لكم تقريبا جميع الحالات، القسمه الضرب كلشي نديرو لكم باش ما يوقع لكم حتى شي مشكل. كنتمنى تكونوا ديجا كتبتوا هادشي في شي بقى عندكم ولا شي تطر باش يبقى عندكم متعاودوه وما تلقاوش مشكل من بعد. يلا عندي موان 5 ايغريك سور 6 بلس 9، شنو غندير؟ يا اما عندي بعد الضرب في موان 5 وعندي القسمه على 6، شنو قلنا؟ كنسبقوا الضرب اولا القسمه، نسبقوا سيدي حنا الضرب، كنديروا لونكادغومون ديال اش، لونكادغومون ديال موان كنضربوا في موان 5 ايغريك. اذا بلا ما ندير هاد اون نجي ديريكت ونحسب لكم، اذا موان 5 ايغريك كتلاحظوا خليت الرمز ياك، ولكن شنو ضربنا في موان 5 ياك،
في عدد سالب ماذا سوف يحدث للرمز؟ سوف يتغير، ولكن انا ما بغيت نخلي الرمز هو هو، بغيت نغير غير الاعداد البلايص ديالهم. صافي، اذا 4 لهاد الجي، 2 لهاد الجي، كنضرب في موان 5 هنا، كنضرب في موان 5 هنا. داكوغ، تري بيان. اذا موان 5 ايغريك موان 20 موان 10. صافي، اي شنو غنقسم على 6، قسمنا على عدد اللي هو بوزيتيف. لي يرضي عليكم، الا قسمنا على عدد بوزيتيف ما غيبقى حتى شي تغيير، الا قسمنا على نيجاتيف عاوتاني كيوقع التغيير، كنبقى ثاني نقلبو. صافي، نقلبو في هذوك لي كوتي. صافي، تري بيان. اذا موان 5 ايغريك سور 6، كلشي نقسم على 6، ناقص 10 ترجع هنا. عفوا، قسمنا على عدد اللي هو موجب غيبقى هو هو. اذا ناقص 20 على 6، ناقص 10 على 6. داكوغ، سيتادير اذا غنختازلو، غنقسم على 2، الفوق على 2 تعطيني موان 10، لتحت تعطيني 3. داكوغ، موان 5 ايغريك سور 6، الفوق شحال غنقسم على 2 تعطيك موان 5 على 3. داكوغ، مازال ما ساليت، قلت لي هذيك ناف خاصني نزيدها حتى هي ضروري ما نساهاش. اذا ولدينا كذلك اي عاود موان 5 كغيك سور 6 بلس 9 طون كادري انتر، شخرج لي هنا موان 10 سور 3 بلس 9 جي اخرى موان 5 سور 3 بلس 9. اذا الوغ ولا ندير سيتادير، كاين شويه د الحساب حيت عندي الاعداد الكسريه. موان 5 كريك سور 6 بلس 9 جناب، شنو غندير؟ مجموع عددين كسريين ياكل واحد المقام، مقام واحد وثلاثة. اذا الاولاني غيبقى هو، لان هنا ضربت في واحد فوق تضرب في واحد، هذا فاش ضربته عطاني 3، ضربت في 3 الفوق في 3 27. داكوغ، كذلك نفس المقام. اذا هنا ناقص 5 زائد تعود في 3 27 كذلك. الوغ، اذا ناقص 10 زائد 27، مجموع ديالهم يجرزان مختلفتان. اذا كندير بلس 27 ناقص 10 هي 17 على 3، ناقص 5 إكغيك سور 6 بلس 9 هنا، ناقص 5 زائد 27، مجموع ديالهم يجرزان مختلفتان. ناخذ واش هاد العدد الأكبر ثم نقوم بعملية الطرح، شنو غيخرج ليا؟ إذا 22 على 3. الأعداد مختزلة، ما عندي ما نختزل في الأعداد. هذا عدد أولي، وهذا لا يقبل الاختزال على 3، لا يقبل القسم على 3، ما عندي ما نختزل فيه. صافي، كيبان ليا وقيلا غنحبس لا فيديو هنا حيت لا فيديو جات طويلة بزاف، من الأحسن نحبسها هنايا. آخر حاجة اللي غندير لكم هي ديك مونتخيك، مونتخيك شحال من واحد كيطيح في هداك الغلط، حيت فيها بزاف شلا ما يدار، خاصكم غير تعرفوا القضية ديالها كيفاش تتعاملوا معها، خاصكم غير تمرنوا تقريبا دوزو جميع الحالات، وهي راه سهلة جدا، دائما كنمشيو مع المعطيات. المهم نحبس لافيديو هنا ونكمل لافيديو، كنتمنى تفرجوا، ديروا لنا لايك و اشتراك للقناة إلى مازال ما اشتركتو، دمتم بخير، إلى فيديو آخر، يلا.